أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصوم من كان في بلاد كافرة مع أقرب الدول الإسلامية إليه، أم أنه يصوم مع أهل تلك البلاد ولا تشترط عليهم الرؤية والحالة هذا؟ إن كان هذا البلد اللي هو فيه فيه مسلمون ولهم مرجع ومركز، فهم يرجعون إلى المركز والمرجع الذي يتولى شؤونهم، يتولى عقود الأنكحة، يتولى أمور الجنائز، يتولى قسمة المواريث، يتولى إثبات الأهلة، يرجعون إلى المركز الإسلامي الذي عندهم. وإن لم يكن عندهم مركز إسلامي فإنهم يصومون على أقرب البلاد إليهم مما لا تختلف فيه المطالع، يصومون تبعا لأقرب البلاد إليهم. نعم.